بتكلم على مدينه العاب مائيه اللي هي الاكوا بارك، دي مطله على البحر مباشره، الجزء دوت كله مطل على البحر مباشره. بعد كده بيقابلني منطقه اللي هي المولات والكافيتريات اللي هي بتخدم على الكلام ده كله، وانا جاي من عن طريق المنفذ البحري، فبيقابلني مبنى للجوازات، بقدر عن طريقه ان انا بقدم موثيقه التعارف بتاعتي، وبقدر ان انا اتجول في المنتجع. عندي مبنى للجوازات، عندي مبنى خدمي للمارينا، عندي مبنى للكافيتريات، عندي مبنى مول تجاري، عندي بعد المول تجاري عندي مجمع مطاعم بساحه احتفاليه بجراج كبير، يمين مجمع المطاعم على طول مبنى للهايبر ماركت، على يساره بلاقي مركز ترفيهي 3 ادوار بتوعه، عندي فيه مركز العاب الكترونيه، في صاله للتزحلق على الجليد، 8 صاله سينما.